مجموعة من الأخبار الاقتصادية نتابعها في هذا الملف. ضبط مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة صنعاء خلال الأسبوع المنصرم 66 مخالفة غذائية وتموينية في 53 منشأة تجارية. وأوضح مدير عام المكتب خالد الخولاني أن المخالفات تمثلت في تفاوت بالأسعار للسلع الغذائية القمح والدقيق المطحون والأرز والسكر، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة. بعد انهيار أسعار الريال السعودي أمام الدولار إلى ما قبل 11 سنة العام الماضي ليهبط من 3.5 ريال إلى 3.7 ريال للدولار، واصلت العملة السعودية انهيارها في ظل الأزمة المالية التي تعانيها المملكة جراء انخفاض أسعار النفط، حيث أكدت مصادر اقتصادية سعودية أن الريال السعودي انهار الأسبوع الجاري أمام الدولار من 3.7 ريال للدولار إلى 4 ريالات للدولار في السوق الموازي. وفي أول رد قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن ما يتعرض له الريال السعودي حاليا هو بسبب المضاربات في أسواق الصرف، لأن المضاربين يعتقدون بأن انخفاض دخل النفط سيؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي بشكل حاد. قال صندوق النقد الدولي أن تراجع أسعار النفط لا يزال يؤثر على الاقتصاد السعودي، متوقعا انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعام 2016 إلى 1.2% مقارنة بمعدل قدره 3.5% في العام 2015. وأوضح الصندوق أن انخفاض الإيرادات النفطية أدى إلى حدوث عجز في الحساب الجاري والمالية العامة، متوقعا أن يصل العجز في العام 2016 إلى حوالي 9% و14% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي.